بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب السنة الأولى شعبة المحاسبة والإدارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول اليوم في مادة مبادئ المحاسبة 2 الفصل السادس في الكتاب بعنوان التسويات الجردية للأصول المتداولة. وقد بدأنا فيه في المحاضرة الماضية وتناولنا فيه ثلاث عناصر من عناصر الأصول المتداولة. العنصر الأولاني التسويات الجردية للخزينة، الثاني التسويات الجردية لأوراق القبض، الثالث التسويات الجردية للاستثمارات المالية. واليوم نتناول العنصر الرابع من عناصر الأصول التسويات الجردية للأصول المتداولة وهو المدينون. والمدينون يعتبر من العناصر المهمة، والتسويات الجردية بالنسبة للمدينون لها أهميته. طيب إيه هو المدينون؟ المدينون يمثل حق من حقوق المنشأة لدى العملاء أو لدى الغير، وهذا الحق نشأ نتيجة إيه؟ نتيجة البيع الآجل. يبقى حق من حقوق المنشأة نشأ نتيجة البيع الآجل. طيب المدينون دول بقى بنيجي في نهاية السنة المالية، في نهاية الفترة المالية بيتم تبويبهم إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأولاني بنسميه الديون الجيدة. يعني إيه هي الديون الجيدة؟ يعني الديون التي يتوقع تحصيلها في نهاية الفترة. يبقى ده العنصر الأولاني. العنصر الثاني بيسمى الديون المشكوك في تحصيلها، وهي الديون المحتمل عدم تحصيلها، وهي الديون المحتمل عدم تحصيلها. طيب العنصر الثالث يسمى الديون المعدومة. الديون المعدومة وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها، وقد يكون ذلك بسبب وفاة المدين أو إفلاسه. طيب هنيجي نشوف بقى المعالجة المحاسبية بالنسبة للديون المعدومة. المعالجة المحاسبية بالنسبة للديون المعدومة بيتم معالجة الديون المعدومة محاسبيا بقيدين. القيد الأولاني في حالة وقوع الديون المعدومة بيتم إثبات ذلك بقيد محاسبي. في حالة وقوع الديون المعدومة سواء في خلال السنة أو في نهاية السنة يتم إثبات ذلك بقيد محاسبي. إيه هو القيد المحاسبي ده؟ القيد المحاسبي واحد من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون. من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينين. يبقى ده إثبات للديون المعدومة عند حدوثها، وبالتالي بنخفضها من بنخفض المدينين بها. طب القيد الثاني، القيد الثاني بنيجي نحمل بقى الديون المعدومة التي وقعت خلال السنة المالية أو الفترة المالية، بحملها على حساب الأرباح والخسائر أو بنقفلها في حساب الأرباح والخسائر. طب هي في حكم الخسارة الديون المعدومة دي، يبقى هتقفل في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر. يبقى من حساب أرباح وخسائر إلى حساب الديون المعدومة، ده القيد التاني. طيب نشوف مثال تطبيقي تتضح الصورة أكتر شوية. قال لي ظهرت الأرصدة التالية بميزان المراجعة في 31/12/2019 لإحدى المنشآت التجارية. 110,000 جنيه مدينون، 2500 ديون معدومة، وقد اتضح عند الجرد أنه قد أعدم دين قدره 5,000 جنيه، والمطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة وتصوير الحسابات اللازمة وإقفال الديون المعدومة. 2 بيان أثر العمليات السابقة على الميزانية. ناخد بالنا بقى، عندي الديون المعدومة هنا لها مبلغين 2500 و5000. قال لي 2500 جنيه ديون معدومة،
يبقى ديت ايه؟ ديت الديون المعدومة التي وقعت خلال الفترة المالية. طيب، وبدأ وقعت خلال الفترة المالية، يبقى ديت أثبتنا الكلام ده بقيد محاسبي، يعني نزلناها من المدينون وقت حدوثها، وقت وقوعها، عشان ناخد بالنا. طيب، المبلغ الثاني بالنسبة للديون المعدومة اللي هو 5000، وقد اتضح عند الجود أنه قد أعدم دين قدره 5000. يبقى عند الجود يعني 5000 ديت لسه لم يتم إثباتها. يبقى هنيجي نسبة 5000 فقط أهو، هذا القيد المحاسبي، 5000 من حساب الديون المعدومة، 5000 إلى حساب المدينة. يبقى ديت ناخد بالنا منها. الديون المعدومة زي 2500 التي تقع أثناء السنة بنسبتها بقيد محاسبة على طول، بننزلها من المدينون على طول وقت حدوثها. طيب، أما 5000 اللي هي عند الجودة ديت، يبقى ديت لسه ما أثبتناهاش بقيد محاسبة. يبقى بنيجي أهو بالقيد المحاسبي، نسبتها 5000 من حساب الديون المعدومة، 5000 إلى حساب المدينة. طيب، هنيجي في نهاية السنة بقى نحمل الكلام ده أو نقفله في حساب الأرباح والخزائن. هنيجي نقفل الكلام ده اللي هي الديون المعدومة في حساب الأرباح والخزائن. لو احنا خدنا بالنا من حساب الأرباح والخسائر، احنا بنلاقي ان كده بنكتب فوق حساب الأرباح والخسائر، حساب الأرباح والخسائر عن السنة أو عن الفترة المالية. يعني معنى كده عن السنة يعني بنحمل فيه المصروفات والإيرادات المتعلقة بالسنة أو الخسائر عفوا، المصروفات أو الإيرادات أو الخسائر المتعلقة بالسنة. فيبقى إذا بنيجي نجمع المدينون اللي هي وقعت خلال السنة اللي هي 2500 والتي وقعت عند الجود 5000، يبقى مجموعهم 7500، ونقفلهم في حساب الأرباح والخسائر. بنيجي نقفلهم في حساب الأرباح والخسائر، 7500 من حساب الأرباح والخسائر، 7500 إلى حساب الديون المعدومة. يبقى ناخد بالنا نبقى عارفين 7500 دي جت منين. ديون معدومة التي وقعت أثناء السنة زائد ديون معدومة عند الجلد، وده تصوير حساب المدينون والرصيد بتاعها اللي هيظهر في الميزانية، وده حساب الديون المعدومة، وده اللي هو الرصيد بتاعها اللي هو تم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر، تم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر. وبيظهر عندي في حساب الأرباح والخسائر وهو ب7500 اللي هو الديون المعدومة، اللي هي 2500 وقعت أثناء السنة زائد 5000 عند الجلد. طيب، التأثير على الميزانية بقى بنجد بيظهر رصيد المدينون اللي هو 105000 بعد ما خفضناه بالديون المعدومة. طيب، بعد كده عندنا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. زي ما احنا قلنا الديون المشكوك في تحصيلها دي محتمل عدم تحصيلها، أي أنها تمثل خسارة محتملة في الفترة القادمة. وبالتالي عشان نواجه الخسارة ديت بنكون حاجة بنسميها مخصص، بيسمى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. فهو مخصص ايه؟ مبلغ بيحجز من الأرباح لمواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة، زي الديون المشكوك في تحصيلها. في ديون هتصيب المنشأة فعلا لكن قيمتها كام مش عارفين، فبنكون لها مخصص بنسميه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
والمخصص ده بيحمل على حساب الأقباع والرسائل، يحمل على حساب الأقباع والرسائل بالقيد من حساب الأقباع والرسائل إلى حساب مخصص الديون مشكوك في تحصيله. ده من ناحية. من ناحية تانية، إن هذا المخصص يظهر في الميزانية زي ما في الشكل قدامنا اهو، يظهر في الميزانية مخصوما من المدينون، مخصص الديون المشكوك فيها يظهر في الميزانية مخصوما من المدينون، يعني بنخصمه، يعني بنطرحه من المدينون. طيب، هنيجي نشوف بقى المثال اللي عندنا في صفحة 120. قال لي ظهرت الأوساط التالية في ميزان مرة لإحدى المنشآت 42,000 جنيه مدينون، 1,000 جنيه ديون معدومة، وقد اتضح عند الجود أنه قد أعدم دين قدره 2,000 جنيه، كما تقرر تكوين مخصص الديون مشكوك في تحصيلها بمعدل 10% من المدينين. المطلوب إجراء القيود اليومية لإثبات العمليات السابقة مع بيان أثرها على نتائج الأعمال والميزانية، يعني بيان أثرها على نتائج الأعمال والميزانية. نيجي نشوف كده، الألف جنيه ديت وقعت، اللي هي 1,000 جنيه ديون معدوم، وقعت أثناء السنة، يبقى في الحالة ديت تم إثباتها بقيد محاسبة، مش هيتم إثباتها تاني. طيب، لكن 2,000 بقى اللي هو قال لي اتضح عند الجود أعدم دين قدره 2,000 جنيه، يبقى الدين اللي هو أعدم عند الجود ده لابد إثباته بقيد محاسبة عشان ننزلها من المدينون، يبقى القيد أهو 2,000 جنيه من حساب الديون المعدومة 2,000 جنيه إلى حساب المديني، اللي هي الديون المعدومة عند الجو. طيب بقى ما نيجي نقفل بقى الديون المعدومة في حساب الأرباح والأسهام، بنجمع الديون المعدومة اللي وقعت خلال السنة كلها، يعني اللي هي 1,000 زائد 2,000 3,000، 1,000 خلال السنة و 2,000 عند الجو، يبقى 3,000. يبقى 3,000 ديون معدومة أهيت، 3,000 من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب الديون المعدومة. طيب، يبقى ده القيد التالي. قال لي هنا هيتم تكوين مخصص بمعدل 10%. ما احنا بالقيد المحاسبي التاني ده الأولاني، آسف، بالقيد المحاسبي الأولاني نقصنا المدينون ب 2,000 جنيه اللي هي الديون المعدومة عند الجود. يبقى أصبح الرصيد عندي 42 ناقص 2,000، هي موجودة اهي، 42 موجودة في الكتاب في صفحة 121، 42,000 ناقص 2,000 في 10% اللي هو المخصص اللي عايزين نكونه، يبقى 42 نشيل منها 2,000 اللي هي ديون معدومة عند الجود، يبقى عندي 40,000. 40,000 في 10% هيبقى عندي 4,000 جنيه. 4,000 جنيه ديت اللي هي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يبقى بنيجي نسبة الكلام ده بقيد محاسبي اهو. بنسبة الكلام ده بقيد محاسبي. 4,000 من حساب الأرباح والخسائر، 4,000 إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وبالتالي لما نيجي بقى التأثير على الميزانية، المخصص ده هيبقى بالسالب، يعني يتخصم من المدينون. يعني احنا المدينون كان 42,000 وقدم عند الجود 2,000، يبقى أصبح الرصيد بتاعها 40,000، وهيتضح الكلام ده في الحساب اهوت عندي الديون المعدومة، رصيد الديون المعدومة 40,000 اهو،
ده اللي هيظهر في الميزانية، أصول متداولة أهو في جانب الأصول، تحت الأصول المتداولة 40,000 مدينون ناقص 4,000 مخصص ديون مشكوك فيها، يبقى عندي كام؟ 36,000 جنيه. يبقى ده التأثير على الميزانية، وده معالجة الديون المعدومة سواء التي وقعت خلال السنة أو التي وقعت عند الجود. هنشوف بعد كده المعالجة المحاسبية لمخصص الديون المشكوك فيها في الكتاب صفحة 122. احنا عندنا طريقتين لمعالجة المخصص. الطريقة الأولى إن احنا مخصص الديون المعدومة، الطريقة الأولى إقفال الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر، وده بيتم بالقيد اللي احنا خدناه قبل كده من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب الديون المعدومة. يعني بنحمل أو بنقفل الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر. طيب بالنسبة للمخصص بقى، المخصص بيتم تكوينه وبيتم مقارنة رصيد المخصص باللي موجود عندي بالدفاتر مع رصيد المخصص المطلوب تكوينه. يعني بنيجي نقارن رصيد المخصص اللي موجود عندي في الدفاتر بالمخصص اللي الشركة تريد تكوينه بناء على دراسة المدينون. ففي احتمالين، الاحتمال الأول إن رصيد الدفتري للمخصص بيكون أكبر من الرصيد المطلوب تكوينه، وبالتالي بنيجي بيتم تخفيضه أو بيتم تخفيضه، يعني الفرق بيحمل الفرق أو بيتم تخفيضه بالفرق بنحمله على حساب الأرباح والخسائر. يبقى الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد المطلوب تكوينه بنيجي نحمله على حساب الأرباح والخسائر. يبقى في حالة إذا كان الرصيد الدفتري المخصص الديون المشكوك في تحصيلها أكبر من الرصيد المطلوب تكوينه، يبقى في الحالة دي بنعالج الفرق بالقيد المحاسبي من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى حساب الأرباح والخسائر. يبقى ده الاحتمال الأولاني. الاحتمال الثاني، الرصيد الدفتري لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها أقل من الرصيد المطلوب تكوين، وبالتالي بنيجي أيضا بنعالج الفرق بالقيد المحاسبي من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيل. ناخد مثال بسيط كده على الاحتمال الأولاني. يعني مثلا هو بيقول لي إذا كان الرصيد الدفتري لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها أكبر من الرصيد المطلوب تكوينه، يعني نفترض إن رصيد مخصص الديون المشكوك فيها عندي في الدفاتر 1,000 جنيه، والرصيد المطلوب تكوينه 700 جنيه. طيب أنا عندي 1,000 جنيه موجود فعلا، وإحنا قلنا لسه في تعريف المخصص دلوقتي إن هو بيخصم من الأرباح لمواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة القيم. يعني 1,000 جنيه دي تعتبر في حكم
أرباح بيخصص لمواجهة خسائر. طيب هي شركة في ضوء الواقع قالت إن إحنا عايزين المخصص بس يبقى في حدود 700، يبقى 1000 ناقص 700 معنى كده إن إحنا هنوفر أو هيتوفر من المبلغ ده 300 جنيه، يبقى 300 جنيه دي نوديها لأرباح وخسائر للجانب الدائن. يبقى إذا إحنا هنا هتكون المعالجة بالفرق فقط، وبالتالي القيد الأولاني أهو في الاحتمال الأولاني، من يبقى هتبقى 300 من حساب مخصص الديون مشكوك فيها، 300 من حساب مخصص الديون مشكوك فيها، 300 إلى حساب الأرباح والخسائر. يبقى ده في المثال اللي إحنا قلناه دلوقتي. طيب الاحتمال الثاني، الرصيد الدفتري عندي 1000 جنيه، الشركة عايزة تكون مخصص اللي هو الرصيد المطلوب تكوينه ب1500 جنيه. يبقى أنا بشبه المخصص ده بالحصالة، يعني أنا عندي 1000 جنيه، اللي في الحصالة دول عايز أوصلهم يبقوا 1500. يبقى إذا أنا محتاج 500 جنيه، يبقى أنا بعالج الفرق دلوقتي بس بالكلام ده بالفرق أهو، يبقى نحملها على حساب الأرباح والخسائر، يبقى القيد عندي 500 من حساب الأرباح والخسائر، 500 إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيل. طيب هنيجي بقى الطريقة التانية، إحنا مطالبين بالطريقة الأولى فقط. طيب هنيجي نشوف بقى مثال على نطبقه على الطريقة الأولى. الكلام ده المثال ده في كتاب صفحة 123، بيقول لي ظهرت الأرصدة التالية في ميزان مراجعة إحدى المنشآت في 31/12/2019، 105,000 مدينون، 3,000 ديون معدومة، 12,000 مخصص ديون مشكوك فيها، وقد اتضح عند الجرد أن هناك دين تم إعدامه ومبلغ 5,000 جنيه، ده عند الجرد، كما تقرر تكوين مخصص ديون مشكوك فيه تحصيلها بمعدل 5% من المدينين. المطلوب قيود اليومية اللازمة لإثبات التسويات، تصوير حسابات الأستاذ، بيان أثر العمليات السابقة على نتائج الأعمال في 31/12. طيب يبقى ناخد بالنا الملحوظة اللي احنا قلناها قبل كده، يبقى 3,000 جنيه ديون معدومة دي خلاص تم إثباتها بقيد محاسبي، يبقى اللي احنا محتاجين نثبته دلوقتي اللي هو 5,000 اللي هي ديون معدومة عند الجرد. يبقى هنيجي نثبت اهو 5,000 من حساب الديون المعدومة، 5,000 إلى حساب المدينين. طيب الديون المعدومة التي وقعت خلال السنة كام؟ يبقى اللي هي 3,000 زائد 5,000 مجموعهم 8,000، دول نقفلهم في حساب الأرباح والخسائر، يبقى 8,000 من حساب الأرباح والخسائر، 8,000 إلى حساب الديون المعدوم. طيب هو قال لي المخصص هيبقى 5%، المدينون كانت كام؟ يبقى 105,000 هنشيل منهم 5,000 اللي هي ديون معدومة عند الجرد، يبقى أصبح رصيد المدينون أو الديون الجيدة 100,000، يبقى 105,000 ناقص 5,000 هيبقى 100,000 جنيه. 100,000 جنيه نضربها في 5% يبقى يعطيلي المخصص 5,000 جنيه، يبقى المخصص المراد تكوينه 5,000 جنيه، المخصص المراد تكوينه 5,000 جنيه، 100,000 اللي هي الديون الجيدة في 5 على 100 هيبقى عندي 5,000 جنيه. طب نيجي نقارن بقى ال5,000 ديت بال12,000 اللي هي موجودة في التمرين عندي، نيجي نقارن بقى ال5,000 اللي هي المخصص المراد تكوينه بالرصيد المخصص الموجود فعلا. أنا عندي المخصص فيه 12,000، لكن إحنا عايزين يبقى اللي فيه 5,000، يبقى من 12,000، تخيل أنا عندي حصالة فيها 12,000، أنا عايز اللي فيها بس يبقى 5,000، يبقى إذا معنى كده إن أنا هوفر 7,000، إن أنا هوفر 7,000، يبقى دول هنوديهم للجانب الدائن
من حساب الأرباح والخسائر أهو، يبقى من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 7000 إلى حساب الأرباح والخسائر. يبقى دي في الحالة ديت بيبقى وفر عندي، بنوفر 7000. يبقى الزيادة ديت احنا بنعالج الفرق فقط، زي ما احنا قلنا 12000 ناقص 5000 يبقى 7000. يبقى ديت اللي احنا هنوديها للجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر بالقيد المحاسبي ده، من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى حساب الأرباح والخسائر. طيب وناخد بالنا قاعدة بقى، دائما يظهر المخصص الجديد بالميزانية. يعني أنا كان عندي مخصص 12000 ودلوقتي الشركة عايزة تكون مخصص جديد 5000، يبقى ال 5000 ديت هي اللي هتظهر بالميزانية. يبقى دائما يظهر المخصص الجديد بالميزانية أهو 100000، يعني المفروض هنا في صفر هنا في نضيفه، يبقى 100000 ناقص مخصص الجديد اللي هو 5000 جنيه. يبقى إذا القاعدة دي تبقى في ذهننا، دائما يظهر المخصص الجديد في الميزانية. يبقى 100000 ناقص 5000 هيبقى 95000. نيجي نشوف التأثير على حساب أرباح وخسائر أهو، حملنا حساب أرباح وخسائر بالديون المعدومة اللي وقعت خلال السنة اللي هي 3000 زائد 5000، وهنا الفرق في المخصص تم تسجيله عندي هنا في حساب أرباح وخسائر في الجانب الدائن. يبقى ده وفقا المعالجات المحاسبية وفقا للطريقة الأولى، وديت اللي احنا مطالبين بها. وبكده يبقى تناولنا التسويات الجردية للمدينون. العنصر الخامس من الأصول المتداولة اللي هو هنتناول التسويات الجردية للمخزون السلعي. والمخزون السلعي يعتبر أيضا أصل من الأصول المتداولة والتي تظهر بقائمة المركز المالي، ويمثل المخزون جميع السلع التي تمتلكها المنشأة سواء كانت في مخازنها الرئيسية أو فروعها أو لدى الغير. والتسويات الجردية بالنسبة للمخزون بتتضمن تقييم المخزون السلعي. ليه؟ لأن تقييم المخزون السلعي له أهمية كبيرة، لأن قيمة المخزون بتؤثر عندي على قياس تكلفة البضاعة المباعة. واحنا لما بنيجي في قائمة الدخل أو في حساب المتاجرة بيتم مقابلة إيراد المبيعات بتكلفة المبيعات، فبيدخل عندي هنا فيها قيمة المخزون السلعي في أو تكلفة المخزون السلعي حسب التقييم، يعني بالتكلفة أو السوق بتدخل عندي بيبقى لها تأثير على صافي الدخل. وبتتعدد طرق التقييم بالنسبة للمخزون السلعي، طريقة التكلفة الفعلية أو طريقة الوارد أولا أو الوارد أخيرا أو المتوسط، وهذه سوف يتم تناولها بشكل متوسع بشكل كبير في السنة القادمة أو في السنة الثالثة في محاسبة التكاليف بإذن الله. ما يهم في نسبة لمحاسبة مالية 2 هو تقييم مخزون
آخر الفترة. من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمتفق عليها أن يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. يعني مثلا بيبقى جايب لي سعرين، يقول لي تم تقييم المخزون بسعر التكلفة 10,000 وبسعر السوق 11,000. احنا بناخد الأقل، بناخد الأقل على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. فأنا عندي هنا في الحالة ديات التكلفة هي الأقل، يبقى إذا بسجل بيظهر عندي المخزون في الميزانية بالسعر اللي هو 10,000. طيب إذا كان بقى العكس، إذا كانت التكلفة ب10,000 والسوق ب9,500، يبقى بنكون مخصص بيسمى مخصص هبوط أسعار المخزون، بيظهر في الميزانية مخصوما من المخزون أو مخزون آخر المدة. وبكده يبقى احنا انتهينا من التسويات الجودية للأصول المتداولة. لذلك أبنائي طلاب السنة الأولى شعبة المحاسبة، يعني أتمنى الالتزام في حدود ما يتم شرحه، يعني الأمثلة اللي احنا بنقولها في الكتاب احنا بنلتزم بها، يعني هتكون الأسئلة في حدود ما يتم تداوله في المحاضرة أو في حدود الأمثلة اللي احنا بنقول عليها في الكتاب. يعني مثلا احنا دلوقتي كنا بنقول عندي عدة طرق لمعالجة الديون المعدومة أو مخصص الديون المعدومة، احنا قلنا هناخد الطريقة الأولى بس، يبقى احنا دي اللي احنا ملتزمين بها، دي ملتزمين بها عشان ما نتوسعش ونوسع علينا ونضيق على نفسنا أو نوسع على نفسنا اللي هو ما هو محدود وما هو ضيق. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.